رجعنا لكم من جديد، تحية كبيرة لكم، معكم حتى العشرة متاع الصباح. وين نحكيه طبعا من جملة الأخبار من الأكتواليتي لهذا الأسبوع، أن تونس قامت بإرسال 14 طن من المساعدات الغذائية إلى مطار العريش بمصر. وطبعا هذية نلقاو فيه مجموعة من المواد الطبية والشبه الطبية والصحية والغذائية لأشقائنا اللي ما زالوا لليوم في حرب مدمرة. إن شاء الله ربي ينصرهم وربي يرحمهم وربي إن شاء الله تتحل هالمشكلة هذية، بالرغم اللي كنا نجم ندعمه باللي نقدروا بالمقاطعة بالإنترنت باللي نقدروا، وإن شاء الله نتوصلوا بتبيعة إلى إيقاف لما يحدث من قتل وجرائم شنيعة في أطفالنا في غزة. نرجع بكم إلى بعض التفاصيل اللي طبعا شفناها الخميس هذا الأسبوع. طائرات مملوءة بالمساعدات الغذائية توجهت إلى قطاع غزة، واللي ما زالوا لليوم تقريبا الشهر التاسع على التوالي يعني ومن حرب رهيبة رهيبة جدا جدا. وهذه طبعا جاء حسب تصريحات الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني ورئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. قال الفرجاني أنه الطائرة أقلعت وهي طائرة عسكرية تونسية صباح الخميس من المطار العسكري بالعوينة بتونس العاصمة باتجاه المطار الدولي بالعريش في مصر، محملة بأكثر من 14 طن من المواد الغذائية واللي مخصصة للشعب الفلسطيني في غزة. وأضاف أنه هذا يأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تلبية الحاجة الأكيدة والملحة للغذاء في ظل استمرار الحصار والتجويع اللي تمارسوا آلة الحرب والدمار والتجويع للكيان الصهيوني المحتل على الشعب الفلسطيني. أكد الفرجاني أن تونس باش تواصل إرسال شحنة إضافية من المساعدات في قادم الأيام التزاما بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني. وجدد الفرجاني إدانة تونس للانتهاكات والجرائم المرتكبة في غزة واللي كان من بين أبشع صورها المجاعة اللي تطال على الرضع والأطفال والحوامل والنساء والشيوخ. وبدوره لهنا قال رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي أنه تجهيز الدفعة هذه من المساعدات جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإرسال دفعة من المساعدات بصفة عاجلة. وأكد أن الهلال الأحمر التونسي كان على مستوى من الجاهزية في إعداد طبعا الكمية الغذائية لبعضها في الطائرة العسكرية، وذلك لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وخاصة الفئات اللي تدهورت حالتها جراء النقص الحاد للغذاء. إن شاء الله ربي ينصرهم، وكل طبعا قلوبنا الكل مع أشقائنا في فلسطين، إن شاء الله ربي معاهم وتتحل المشكلة هذه والراو إيقاف للحرب اللي ما زالت مستمرة للشهر التاسع تقريبا على قطاع غزة. بعد شوية نحكي صحة، وباش نحكي طبعا على النظام الغذائي اللي لازم يتقيد به مريض السكري. هذه باش يكون بعد شوية مع أخصائية التغذية وداد زيد. هذه هي